السائل لها عين من الدمام تقول: أنا فتاة أصبت في يدي قريبا من الكتف، وأجريت لي عملية جراحية، منعني الطبيب بعدها من الاغتسال حتى لا يصاب الجرح بالغرغرينة، لكن بعد فترة انتهيت من الحيض وأردت الاغتسال، فاحترت في أمري، فماذا أفعل؟ هل أغسل جسدي دون هذا الموضع؟ لأنني علمت أنه لا يتم التطهر إلا بغسل كل الأعضاء، مع العلم أن حجب الماء عن هذا المكان صعب. المصاب في بعض أعضائه بجرح أو بكسر، إذا كان يتضرر هذا الموضع بالماء فإنه لا يغسله، يجنبه الماء ويغسل بقية الجسم، يغسل الصحيح ويتجنب المصاب. فإن كان على موضع الإصابة لصوق أو ضماد فإنه يمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته، وإن لم يكن عليه شيء فإنه يتيمم بعدما يفرغ من الاغتسال أو الوضوء عندما يريد الصلاة، ويكفي ذلك إن شاء الله. ليس له الجمع بين التيمم والمسح؟ لا، إذا مسح يكفي.